الرحمن الرحيم، الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكب وغل أفرطني صدحات كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. وحين كسوة جري دعاء يا الله برق فضل ولي هاي إلا إسفري شرعا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رسولك إلهي وحورن شري: اللهم إني أعوذ بك الله وحان كامغن قلي من الجوع باهي يا معلول، فإنه بئس الضجيع أي بئس المضاجع، وفعيل بمعنى مفاعلة، فإنه جوع يا باهذ يا معلوش بئس الضجيع وحبك فوقل وكل سيح ذمت كولي توهي هاي يلي هردف عن هيلي ميسد أفكار بضان إيوه وسواس بضان باكو سوى الدعي مشهد إلهي حسن لهيد قرآن أخرسن لهيد وردين لهيد مهل إلهي سيد هول كلاتكم مقانتا هاي سادر تيد باي ننكي باهدو حن هاي سحطا وحل الشيغ يمدر يما من فهمه حانتنا لغا ما قرصده سيد الروح عدد قبو كالي. اللهم إني أعوذ بك وحن كاما قال من الجوع باهي بضان أيا كاما قالي، فإنه بئس الضجيع بئس المضاجع وحبك كلقل وكل السحر من قوش كلقل أصقى أبان قاتش أبان. وأعوذ بك وحن كاما قال من الخيانة الدقر أمانا لغودي بتئن لخائمة خيانة ليلة وحي لغو أمان سدي أما الدين أما الدنيا أما حولاء أما هذل إيا السرء إن الدقر تو خيانة ليلة هذا، فإنها خيانة بئسة البطانة وحبك كوغل ولا قرصدنا أسقى أقول لي البطانة هذا شيء قال لحده هو سرت هذا هي أما شرك هذا اللحيل إذا سيد الشعار كوكلي أي اللغة شيء ده بينو مركوا أم حي روح ابن آدم كوح وقرصد ما أقرصون ولا أركين خيانة أقو حمي لأنه خيانة ذو أنت بدنا الله ما دريم خائن كسقى هوش قرشين هي سيحته يؤصمين يا سيق قرصم يؤصمين يا أظن في عنه صادق وأمين أدموديسة لكن بلايا بقع وجرت وبرك كويستا، فإنها خيانة بئسة البطانة صاحب أما وحكلا كولا ما نضو قرصن أيضا أقول باسلوي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. مرك الله بضع بإله وكما قال خيانة وأماناتك إيو أمانات الدينية مدى الدنيا مدى السيرات وحول بعضك القوة أمان سدي وإلهي قوة أمان سدي أمام مخلوق قوة أمان سدي إن خيانته إلهي وإن لقم ما قالوا باهذا إيه قاتشات بضان إلهي لقم ما قالوا محيي لي قلني ما يكون حلسين إيسا تطلق كصبرنا وإسكيريهين. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن مكاتبا جاءه أدون لكتابي وأيمد علي حلقوا خليفك أهاوي مكاتبك وأدونك لغو شرد استيحولا إنت أردن إنه كينه مرهو كان إنه حروب يو لغه الشيء سيد كي سوى حورنا يا داد بقولش اللي إيه كانت أما النيف حولا إيه كانت كل بوح لغه الشيء إنت هداد كانت أنكو قدك تاي وأنكو حورين إيه أن مكاتبا نين حول لغو دكتا أدونا أيا جاءه علي أيمد فقال وحيد في رواية: يا أمير المؤمنين إني عجزت عن كتابتي فأعني. يا أمير المؤمنين علي بو أجد أمرك خليف بوها أبو الحسن أم أبو تراب إني عجزت وأن كعجز وأن أوذ واي عن كتابتي حوله اللي يقول لكتا عن أداء كتابتي حوله اللي يقول لكتا إن عم بحشه وأن قتبا أوذ واي فاعني إكالمه هو شاسي وحيق بحيوي. قال وحوري سيدنا علي: ألا أعلمك ما أنكبره كلمات ويرو علمني هن أو إبراي علمني هن يعلمني هن أنت والله أخريا رسول الله رسولك إلهي أو إبراي ما كبره دعوي نبي محمد إبراي ما كبره أدونه. لو كان عليك دش هذا هدوء هذا أما دش هذا أهان لها مثل جبل دينا قو وحدنا الدين رواية قاركم مثل جبل صير يا صبير انت والله شيغا لكن سيرك صحه روايات ان وقول بلاد رياضي اكو يا له اد وينا عرب التقانه ميل فوق لغا سو اركي جري. لو كان عليك مثل جبل صير دنانير في روايه حدك ولي او ذهب لو كان عليك دشد ادو اهل لها مثل جبل قو واحد مودوك الودين دينا
أداه الله عنك أي لأداه الله عنك إلهي باك كاقودن لها وكابحن لها دعوين كدرت يدوي كلمات كان نبي بريها داد كدو عيسته أذول اللي قولوا يا هاي وحل دين لعق قو يا بوروا وين لعق إلهي باك كابحن كو سهل هاي قل وحاتر هذا دعوين النبي بريها واكني واتني اللهم اكفني الله يقول ضيق ويغفر له بحلالك حلاش هذا عن حرامك يقدق إله حلاش هذا يقول ضيقه أن إيمان سد شيء حلاش أو أن كم مر محارنت اللهم اكفني من الكفاية الله إله يغفر لي سي ويو يقول ضيق بحلالك حلاش هذا استعمالك هذه وحي حلال برنامج رقم كيز عن حرامك وحي هذا حرمته دي وأغنني الله يضيق بفضلك قعن وين هذا عمن سواك عدك صهري مخلوقاتك الله يقدق وأذوق يوفي اللوي هذا قعنت ذو وين تاي راه الترمذي وقال حديث حسن سداسي علماء بدل الشيخين وكمدي أي الضياء المقدس في المختار وكذلك الحاكم سداسي الشيخين إذا دعاء كدعاء سوى اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك دين كستو لقولة إلهي باكوسا خير إياه إن هذا تكبح سوي كعب حضه مركا إنت ذانيا الدنيا ويدسن لهيد دعاء قيمة بدن وآخرية دم بكون في عبان كسية مدى أيضا كفائدة سكر رقم بكوية وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا نبي إلهي باب بري عمران أبيه حسين عمران أبيه حسين بالأورن شري مرك عمران بانا ورني ويل كبا ورني كلمتين لبا ويرود لبا دعو براي يدعو بهما وكدو عيستا لبا جملو وكو كوبان أيو نبي براي حسين ووالد عمران الخزاعي الخزاعي لبا دي كلمة محيهين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي كلمة ومصطلحي ومعنه اللغوي أها جملو لما يستران إيه هذا الدير كلمة لورنجري استلاحي نحو ماها اللهم ألهمني الله يقول أجتي يعني وافجي رشدي هنون كيجة هنون كميش وتشرو الله يقول عادي هنون كالله وافجي إن هنون توصل هجاجو وأعدني الله يقول مجنجلي من شر نفسي نفتي إذا شر كنا الله يذكري خيانة إذا بنت إذا كبر كذا حمان إذا شاء حما شعيل ك شهوات كذا اللهم ألهمني إله وافجي يقول ألهمي رشدي هنون كيجا مشو تشربا لبا الرمود مد هنون كي صحن الله يقول آدي رشدي جوا ضد الغي وأعذني إجبت بادي يذكري من شر نفسي رواه الترمذي وقال حديث حسن سيدوك لحائم حبان بحديث كوريه صحيح يا له حاكم نو صحيح يا له كذلك الإمام نقيم في وابل الصيب أصونا وصحيح يا لي وذاتك عبد الله بن محمد الدويش لورنج رينا كتاب تنبيه القاري في تقوية ما ضعفه الألباني وتضعيف ما صححه الألباني أصونا حديثه صحيح يا لي مركا وذاتك محقق وسط وحيد الله يا حديثك هو معيلي هو حديث ضعيف بولاي أخرجه الترمذي وقال حديث غريب وهو حديث ضعيف سداس ألباني الشيخ وذاتك محقق وكل رعي صح صماها سيدا صح ذا حديثك من السجين هايوي حديثك من السجين هايوي وحكيم هذا حديثكم من طريق داود نبي هند عن العباس عن عمران بن حسين به اللهم قني شر نفسي وعزم لي على أرشد أمر روايتك لو كيما داق قصده حديثك قصر لير بولاي مرك انت نو إمام كسور قاب الصدي انت نو إمام كسور قاب الصدي مركم مهمد وحاو السند كان هذا عينه هينة وذات كلية وضعيف كلية هاي ترمي السند كيسو ضعف بكجرة ونلا يا شباب ابن شيبة الواسط بكجرة عن حسن البصري عن عمران بن حسين طريقة ترمي نو كجاب صدي مكة وصلوا دقوا ضعف بكجرة السند لكن حديثه ضعيف معها سند كضعيف نقنكرة هي أبتر كحديث لكن حديثكم متن أهان يلا فدهان صحيح بنقنكرة أصقه طرق لي شواهد كرلو إيجي مرك وداد كشبيب ابن شيبة الواسطي وضعيف سيد الراجحة حسن البصري عن عمران بن حسين السماعي سوى الاسكوهية وحبو كم مقلم سكم مقل محدد واسكو خلافين هدي لي حسن البصري وحبو موسى كم مقل عمران بن حسين مرك انقطاع با سنة كوتشرية
ولد كورة ضعيف كان وائمانية، لكن حسن البصري والله متابع عند البزارو عباس بن عبد الرحمن عن عمران بن حسين بن متابعية صدح كون شم بقول يسديت الرقم كأه حديثك الطريق لباد بولية أما صدح هذا من طريق منصور المعتمر عن ربعي بن حراش عن عمران بن حسين وأنا حديث بيرو قصوته طريق أسوه سيديس الصحيح وياي وأحمد النسائب في الكبرى كورية ترمدنا عيلك كورية بسند صحيح عبد الحميد نواورية مرك حديثكم من حيث المتن واللفظ والقصة والسجنية هاي أما سند كالترمذي وضعيف والورنكر ما دام وكتشره شبيب ابن شيبة الواسطي سماع حسن البصري عن عمران بن حسين وكلام كتشره قصة حديثك هو تمحيت هاي وذلك حسين الخزاعي عمران به أي نبقى أيمت عليه الصلاة والسلام مركز وجيري محمد ولي وانت اسلاموي محمد هي ابها عبد المطلب ايا قريشي عرب كاغا رونا كاغا فينا بو نبي حول المحاجره حول اوغا كان يطعمهم الكبد والسنان والسنام عفوا وانت تنحرهم نحرا بور اوغا عبد المطلب قريشي عرب كرس يا بيربو سينجري قيل بوقلي شري بقول هلات ننتهي سوى حول بضان إلى زيي مركا عربي وي تقانو يا عبد المطلب من اللغة تشد وديغسيا وقعنفران وقريشي عرب هيب كدرتي كرسي بيربو أما أذوق قريشي عرب واد قول قيل اسكدا يا أضع الله يبو أي قد قيل كدكتي بمعنى واد كجها داو وجيدا نبي والله الله يحوي هوشاسي أولاد فهمي كرتمي هي وحي أدو كورن مكوشيغا وحكو أنفع مكبرا هاي بر نبي حكو حكو عيستا اللهم قيني شر النفس وعني عفوا واعزم لي على واعزم لي على أرشد أمري حديث كان وشيغا اللهم ألهمني رشدي وأعدني من شر نفسي ولفظك الترمذي لفظك وذا كلي طريقي أين وشيغني كلي ربيع المحراش نحكو يمد اللهم قيني شر نفسي واعزم لي على ارشد امري لبا تنبري بنوي كم مقنا دعادنا سوى اخرن هي مالك دنبو صون نقضي حسين الخزاعي فاسلم وحسن اسلامه دعاد بالله كو انفعي الى نفط الى شركه اذا قبت بادي هنونك وضد توصلنا يقول الهامي وتص يا وحي يا شا والدعوة قال اسلام بانفعيس دات قالت هنا دي نفترض شركة إلهي نكابد بادي قال لمية فسادي بلا يكابد بادني إسلام كان وقتوسه هيا هذا في عناد مسلم أهيدنا هرين بلوسي باسي وثيبر موسي لبا مجره لبا تنبري كدبو يميد عمران بن حسين عفوا حسين الخزاعي وانا إسلامي مركا إنو إسلامي بين أحاديث كتب التواريخ يوم حديث الرجحين مركا حديثك هو السجن هاي ضعيف ماءها ضعيف ماءها نيك مركا اون لا فيوري سند كالترمذي وضعف ايمانيه لكن صدح الطريق بحديث كوليه وطريق كوباد ومد كايدين شيغيو شبيب ابن شيبه عن الحسن البصري عن عمران كالابادنا ومن طريق داود نبي هند عن العباس ابن عبد الرحمن عن عمران بن حسين طريق صدحنا وطريق منصور المعتمر عن ربعي بن حراش عن عمران بن حسين صدح ثلاث طريق كالي لبنا وحسن في الشواهد من نوى صحيح بنفسه طريقة ترمي من ضعف بها كجرة مرك حديثك سندك وضعيف انه اياد انت انه يلا هذا وضعيف انه دفانتين بن امانين على اي تعال حديثك وسوغان يكود عايز دعاء ايضا وعن ابي الفضل عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله عن رسولك اله يوم علمني ابر شيئا دعو اساله الله تعالى الى ان كبر يوه أو إلهي أن ويدست عفوا شيء بر إلهي أن ويدست علمني شيئا مرادي حاجة بر أسأل الله تعالى ربي أن ويد أسأله الله تعالى إلهي أن ويدست شيء إلهي أن ويدست قيمة بدن نبي الله إيشي إلا هذا يقاني قال نبي حول أسأل الله إلهي ويدست العافية تبت قبت نبت قليو أضحمها إيا كفر إيا الدين حمدها أتكبت بادان مصائب تأيا دباتوين كالدنيا يشدوين كالدكبت بادان إلهي ويدست سلوا الله العافية. ف
فمكثت أياما مالما نجادي أن شوقي بور عباس بن عبد الطلب ثم جئت وان إمت فقلت وحاري يا رسول الله رسولك إله يو دعادي شيء وان إله بان ويديستي علمني شيئا أسأله الله تعالى أضانا إبر وحن إله كبر يوم ويديست قال لي يا عباس عباسو يا عم رسول الله رسولك إله أذيرك يو سأل الله إله ويديست العافية في الدنيا والآخرة بد قبيت ين بد قليو آخرية أدن بو إلهي ويديست آخرها دي إلهي عافية كسيو محد كعافية ماضي حساب أدك بعض إلهي كابد بادي عذاب بد كبد بادي امتحان لو دعات كبد بادي سرات كناريات بد كبد بادي بد قبيت هوي قن كاذي إيمان كاذن بد باد أدون كنا مصائب أدن قادي كرن إيه بلايوين إيه محتركو اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والقلة والذلة بالنبي إلهي كبر يجر وحاسو لنبي إلهي كعافية مرك وحول نجمة العافية وحول نجمة متشر إلهي لقبر يا آخرية أدون راه الترمذي وقال حديث حسن حديث صحيح صادق حديث أبو بكر الصديق النبي قل دعين بدر وكبر وحكجري سأل الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية ترمذي ونقصه مرة إلهي وحد ويدستان العفو دم بدافت ويدست دم بدافس إن دليل دم بدافو والعافية بدقبد إن بدقليا ويديستا أدونك مسلم كاللمسي بعد الإيمان والتوحيد وحكا خير بدون كوان أكسن إلهي إنو إذن عافيو حقا ناد بدقبتان ونبت قشا صدرت هذا بكي من عباس أرنجري السلامة لا يعادلها شيء مرك عافية واسدة وحلنا للرادين هي إدقاربا الله السمين اللو الرفادي سوئين قاش لقبت بادو دولي لقبت بادو بلاي عذاب لقبت بادو لهلو الليبان يبراري لقارون ما يبرواق عافية ذاكو هادي العافية لمبركوكا إذن دعا دا سمركا ونبي فري أديركي ومضونا دا يؤتال مكتبون او عميمي ايوري سلو الله العافية في الدنيا والآخرة أذكروا صباح المصانع الغدر إذا ركتين الغدر دا لوي وعن شهر بن حوشب رحمه الله تعالى قال وحور وذاتك شهر بن حوشب من التابعين قلت لأم سلمة أم سلمة حنكوري يا أم المؤمنين مؤمنين تهيدوذي ما كان أكثر دعاء رسول الله إذا كان عندك قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني رواه الترمذي وقال حديث حسن وحاوي ديبور ما كان أكثر دعاء رسول الله دعاء النبي محمد محا أبطنا دعوين كالنبي أبطنا إنه كد عيسته وسوع العلي يعرف كيسه كبطنا دعاء ديبي أهيد إذا كان عندك مركو كولوش وقرق هذا وهبين كوتشوغو قالت هو إذن وحي تيري كان أكثر دعائه دعاء النبي أبطنا وحي أهيد يا مقلب القلوب الله قلوب تركرقو ثبت قلبي قلبي والنهي كسك على دينك إيمانك دي إسلامك هذا كسك رواه الترمذي وقال حديث حسن نبيكم حين توصى يا مركه خطرت أيلاد هاي قلبي ماشو بن آدم كتشوقي سيد إلهي سبحانه وتعالى ما ملك سي التلذي سأوجتشره قاب كدون اللورد ذكره هل سنايت يا سعد كدي بنات قالوا ذو سعد كدي بعد إسلامته في لمحة بصر أدون حالات إسبدشه مرك إلهي فلقي ين حريصي بإسلام لقوية هاي وحنا وان عودي عن كلنا هي حالات منا متشر مرك إله وإن لقبر يه وعنا بالدرداء حيلو أن صمر حديث له معناه يا مصرف القلوب يصرف قلوبنا إلى طاعتك وأنك صمر ري وعنا بالدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود نبي الله عليه الصلاة والسلام دعاء سوحا كمد أهي دعين بدم بكد دعاء سنج نبي الله داود اللهم إني أسألك حبك الله وحانك ويدي استجعيلك هذا نعم كنت شعلاته أما هذه شعلاته كل مصدر يوحي له إضافة يوك حرانيا هاي وحب من يحبك الله وحانك لونك ويدي استي إن أن شعلات أحد كنت شعل ومضى يا صالحين تي أضمه ورناك سنة كنت شعل إن أن شعلاته وحانك لونك الله ويدي استي مثل صدحات والعمل الذي يبلغني حبك هي عمل كإقارسين هي إن أن كنت شعلك هذا عمل كإجارسين يا شعيل كذا معنى هذا الشعلات يعني عمل صالح هو ناقصن أوكي أنا إن الله يقول شعلاتنا الله وكوديستي والعمل عبادة كوديستي طاعه الذي عمل كاسو يبلغني إجارسين يا حبك إن هذا الشعلاته
أما أن كجعل هذا لابد بويكيني سمحي إلي عماشة صالحة يا أقونتي معرفة الله أولى هاي جعل بيكيني اللهم اجعل حبك إله جعلك ذكيل وكردك أحب إلي مذان كجعل هاي من نفسي نفطي نفطي بن آدم قد نبتي الزواحة وكجعل يمجر نبي قم بركو حول إله يو نفطي ذي يا أضوك أذيك أن كجعل هذا أود هذا إسكاله وأهلي حب أهل كي أن كاتش على هذا ومن الماء البارد يبيها قبو من آدي آلو هرات ثانو آدي آلو أمن بيقبو وحكتش عليه متشرا رعنتم الله قصية كعنده سكرر فان إلى بيه أفك لك لهاية سيدة أريق أبو قد أضان يقب قاية راو ترمذ قال حديث حسن إله النفط إذا أن كاتش على هذا ون أهل كي يقول رنب أديك أن كاتش على هذا ون بيها قبو النفط بن آدم كهرات ثان أي كقا مانتنا أن كاتش على هذا يعني عملك جعلك كين لها ينكو جعلان لها أما دقو جعلان لها إن الله يقرسو إيسهل دعاء ذو قيمة بدون ومحايا إلي وحيابها الله جعل هذا ورن رمان توضو حلو جعل هذا للغير أما الله سبحانه وتعالى إسأهانتي با الله جعل هذا تدك مؤمنين تهوانا قسن محاو جعلان إيس إسأهان توضو إيا شخصية دو دمت جعلي دهوانا قي هيان بدكو جعلان إن إلهي كعبسدان أو ربي عابدان أو الدين كفي عينيهين أو الرسول كجعليهين أو ربي قد كأمر قاتان بعد كجعلانيس رسول كما حد كجعلان وحد كجعلانيس إنو يها أضوم الله دورتي وناقن أمد أوكي إن ربي قابرنا وجعلي هاي دادك إنت وضوك الله رمى مخلوقات كي يو أحد والبون على كاهين وحالو جعل هذا علاك هالي إيا سببك هالي أما الله لذاته بالله جعل هذا سبحانه وتعالى محايا لو أبقرك أبال نقول هاوي وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام رواه الترمذي ورواه النسائي يعني في الكبرى من رواية ربيعة بن عامر ابن الهاد الأزدي الصحابي قال الحاكم حديث صحيح الإسناد أنس بن مالك وحن نبي كور النبي ألذوا لازمة كلجا بضيع كصبر انتبه والغفصي لان الض بشيء يقال في اللغه الض بشيء اذا لازمه وثبر عليه او اكثر منه شيء مركا بضيسه اما اطرد كلجتو تسيدين ويدو او تكصبرتو ايا ليدا الض ليدا الض كلجا بضيع قبصدا بيا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام كورديه او بديه او عسكدو marka ducaysanaysan ku dara ducooyinkiina ka hor mariya alla amaanka ducada ka hor marisan galiya hayeelay jamaa min salaf xuran jireen bayadal jalaal wal ikram wa min asma al min al ism al a'zam wa min asma al al uzma bu katir san yuran jireen rahu yadal jalaal wal ikram wayna waynida iy sharafta iy qadarka allah iskalahu iy wal ikram gobnimada الله يسكله إن حريصه ويهدي راه الترمذي حديث كورية بإسناد ضعيف بكورية الترمذي حديث كان أنس يزيد بن أبان الرقاش إن اللي قد كجر سنة كيسة وذاتك محقق أنا وحولي هاي الترمذي عن أنس كورية نسائنا يا حاكم عن ربيعة بن عامر بي كوريان سيدا ملا وستو كشيغي انت سوينو الشيغي ترمذي بسند ضعيف بكوريا من حديث أنس بن مالك وصابكنا وحاوي ضعفك السند كينية وذات ليلة يزيد أبان الرقاش ضعيف سيد الراجحة عند المحدثين بسند كترمذي كتشرة صادرت نووي حديثك إنه سوية من حيث اللفظ أيون ربائنه كوشه ورباه النسائي وحاكل حديثك وري النسائي وأحمد نسائي في الكبرى بكوريا نسائي هدي الله إطلاقه أوتر حديثك النسائي بوري آتشرة هذا سيد الله يقان عرف حديثه وحاوي إن سنة الصغرى حديثك كجره نوي هذا خلاف في طريقة الإسكوء حديثك حكجة كبره صغرى كمجره أحمد يصيب ووريان من رواية ربيعة بن عامر الصحابي كوريان سند كالربيعة بن عامر ابن الهاد الأزدن وصحيح صو ضعفك الترمذي سند كيس كجره حديثك أنس كمجره وحاكله شيء مخلط حديثه أبي هريرة أصيبه بسند ضعيف عند الحاكم وحاكل حديث ابن عمر ومعناه استكوي عند ابن مردويه بسند حسن افرت حديث
ayaa baabka ku timaado isku mid oo nabigu ummadda ku tirtirsiyo ku caraabiyay magaca ilaahay in la badiyo lagu xuso lagu ducaysto alidhu bikasri laami wa tashdiidi dhaa'i almu'jama laamka loo hoos dhigo dhaada dhibicdan la shido macnaha waxa weeye ilzamu laazima hadii dacwa baryadan wa akthuru minha badiyana وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله بكد عيسى مالي مالمها كمدا بدعاء كثير بريا فربضان اد بن نبي الله بريا هذا الدير لم نحفظ ان كقبن منه دعاء ديريت شيء وحبا ان كقبن قلنا مركه وحان يا رسول الله رسولك الله يو دعوت بدعاء كثير ما انت بريا بضان بد الله بريضي لم نحفظ منه شحبا ان كقيبن ان كقبن ee waxa ducada hada san ya lawi nabi meen noogu soo celin mise si kala hada waxu xalnis faqala subhanahu wa ta'ala adulluk mawanid tusayni maydan tusa ala ma yajma'u dhalika kullah wixii ducada badmaydan maanta sheegad qaban waydeen wax idin ururiya oo jaamica ama idin sheega maydan tusa taqulu wa hadhi abu umama ku ducaysan maka tarabtina waxba aadan ka tagin allahumma inni as'aluka allahu waxaan ku waydiisay من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم إله وحان كويديستي وحي خير أها النبي قد كويديستي نبي محمد خير الدنيا من آخر كما تقين إلهي كويديستي مرك مرة بطائنا نبي كل الدارة تها وحاطر هذا إله يو الدون كسو بناء الدورتين محمد عليه الصلاة والسلام وحوال بو خير كويديستي أنا كويديستي اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك وحنك أمغن قالي من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حق الدباطة صوماها حاتي له وحنك أمغن قالي شر كي أوك أمغن قالي نبي الله محمد وحوال بو شر ونبي قاد أوك أمغن قالي وأنا أوك أمغن قالي وحوال بو خير ونبي قاد كوديستان أنا وكوديست وأنت المستعان أحد كالك المستنى وأديك أحد كالك المستو المستعان وانت احد كلام كلام الى ان خيرك ان لك كرسي وانا قلنا لك كرسي وحمه ان كل حن ان خيرك كو هاغن احد امه اي كلمهشتي كرسي عون يا نصر اي كهان الله ان وي وعليك لا على غيرك دشدنا الله ودي ادي تاي وي البلاغ غارسين يا مرادك ان غارسيس عليك البلاغ مرادك الله ده سن waxaad ku gaari kartaa wa ilaahi bariyadiisa iyo awoodiisa inuu ku saxiro wala hawla wala quwwata illa billah rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan gharib wadadka muhaqqan wa hadith dha'if wa la yahay waxa ka fiican inuu yiraahdo sanadkiisu waa dha'if maxay ilay layth ibn abi sulaym ba ku jira sanadkiisa hadithka sanadti layth ibn abi sulaym oo nin dha'if ku jira أي سنة كيسة كتشرة لكن حديث كشواهد دورة أي ولاية هاي أو كو سغنية هاي وحانا كاغفلا ليث بن سليم حديث يسو بخاري وحوجية ولذلك حديث البخاري وحكوري يا باب انتو قنتي أي كوري كتاب أدب المفرد كتقصو مرتين لح بقول تضباطن يا سجال رقم كا طبراني ووريا بخاري حديث وكو كان في الأدب المفرد أكتيس ويكسو غنتاي أما صحيحة النقطة أما حسنة النقطة أما قوية النقطة أسأل أكتيس ويكسو أنتاي ولذلك بخاري الأدب المفرد وحكوي لصدح حديث أي حول فيه نظر أنت كلو كأمس صدح ذا حديث وحان كأين عند البخاري في الأدب المفرد أكتيس ويكسو أنتاي ولذلك أبو محمد الدارمي يا أرضي سوى الراقة إسحاق الأورنجري مالي مال مهكا مدى وحو أركا سوى هيستا أدب المفرد ورمى استران وات كين بول أن سوى آخر يا شيخي باقات مدو لمقنا أرضي وحو الشيخي بل كورن كتاب أدب المفرد البخاري حديث ضعيف مكو أركتي وحان لوبا هنين العلسو حشوة مكو أركتي مركز حري ابني إن محمد بن إسماعيل لا يقرأ على الناس إلا ما كان صحيحا عنده وإن ذلك لا ينكر على محمد بكويري بخاري سيد يوسف هذا الكتاب أن توقر أمة قد الآخرية أكيد سواء صحيح محيل أمتك ومد الآخرية بخاري إلا ما صح عنده
awooda inta leeg inaad yeelatana bukhaari laguma qoonsado buuri waa nin la yaqaane banaanka mar kitaabkana kitaab lamida maynaan arag waa daarimi saaxiibu sunan ninka iskale taqaanaa wey xadiidkan saab maxaan u leeyahay xadiidkan waa xadiid qawi ah oo saxiixa cinda albukhaari fi ladab almufrad saddexda xadiid uu yidhi fiihi nadarna kuma jiro waa daciif waxaa ka fiicnayd inaad tirahdo waa isnaaduhu daciif shawaahidda haddii loo wareego xadiidu abi hurayra jiro macnahan ah ku yimid macnahan ku yimid cinda tabaraani fi lawsati waalkabiir wa fi ducaa waxaa kaloo jira xadiidu caaisha yaa isaguna jira oo macnahan uu ku yimid cinda axmed wabni maaja wabni xibaan bisanadin saxiix isagoo mawquufa oo ibnu mascuudna waa jiraa oo uu ku ducaysan jiray xirtiisana uu bari jiray ibnu mascuudna xadiidka marfuuca ah ayuu mawquuf ka dhigi jiray isagoo ka cabsanaya inuu wuxuun uu ka tago oo nabigu marka xadiidkiisa uu qabsado man kadab calaya uu ku dhago gebagebo maxaynu u jeednaa xadiidka riwaayadan hadda aynu haynee tirmidi dacfi baa ku jira binaan calaa ana layth ibna abi sulaym inuu daciif yahay laakiin shawaahidiisa kale marka la eego xadiid sugan weeye saa darteed buu tirmidi u taxsiiniyay isagoo og layth ibna abi sulaym inuu tabar badnayn calaa ra'yihi bukhaari waa khilaafsan yahay ayuu marka taxsiiniyey bishawaahidi buu ku taxsiiniyey inuu xasan yahay baa raaja xadiidku ducadaasna lagu ducaysto وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث كان هرئ مركا انت كسابسا اللهم اني اسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كترتا من حديث ثوبان ومن حديث عائشه انت جمله دا يرتا هذا اصل كيد مرمى ملا وانت وقيمه بدن هدي maxaaba soo horayso intaama ducada u xoog badnaa ilaah waxaan ku weydiistay wixii khayra nabigu ku weydiistay waxaan kaa magangalay wixii shari nabigu kaa magangalay intaa fi saxiix muslim ee ku jirta min xadiidi caaisha wamin xadiidi tawbaan wacan ibn mascuud radia allahu tacaala canhu qaal kaana rasuulullahi sal alay wasalam cafan kaana min ducaai rasuulillah ducadii nebi maxamed waxaa ka mid ahaa allahuma inii as'aluka allow waxaan ku weydiistay muujibaati raxmatika naxariistaada waxyaabaha waajibiya ee keena muujibaad asbaabta cibaadooyinka acmaasha wanaagsan ee keena addoonkii la yimaada in loo naxariisto allow iwaafaji wey allahuma inii asaluka allow waxaan ku weydiistay muujibaati raxmatika naxariistaada waxyaabaha waajibiya ee keena cibaado wanaagsan ikhlaas mutaabaco sidqi ilaahay inuu camal khayra ku waafajiyo waxaa ka dhasha rabbi inuu ku naxariisto وحانك لو ربيك وديست وعزائم مغفرتك عزائم جمع عزيمة جمع عزيمة والخسلة التي يعزمها الرجل وقوانك وناكسين القادة عزيمة لذا في لغة العرب قوانك وناكسين القادة نيسو أما أتشدوينك وناكسين لذا هي عزيمة لذا هذا لكن وحالك وضع إلا وحانك وديستي وحيابها الدنبداف كذا واجبية تيهوري لمتاه موجبات رحمتك الله وحانك ويديستي وحيابا نحريستا كينا واجبية تنوام حي وحانك لو ويديستي وعزائم مغفرتك دم بدافك وحي واجبية الله وافتش وي أعماشا إيا خيراتك كينا إلا يدم بدافه الله ويسهل ويعينا وحانك لو ويديستي والسلامة من كل إثم إن أنك نبت قال دم بكستي أنك نبت قال أنك ويديستي والسلامة من كل إثم في بعض الروايات والعصمة من كل إثم وحان كلهم كويديس والغنيمة كفائديس بان كويديستان كفائديس من كل بر وناكست يا سمكست وحي وناك أدونك يا لي آخر وحلقوه الهاي وردنب إنا نلقى الشضاء ونقعان لقى لو أن كفائديس الله وافج هدي صدقائي تهي هدي شدتك وناك لفري هاي هدي حمى ومضى لقى الرئيبة تهي diin barasho hadday tahay hadday salaad tahay intaasoo noocoo cibaadaha rabbi loogu dhowaaday mid walba ka faa'idaysa allow ii sahlo waalfawza biljannati jannoo lagu guulaysta allow ku weydiistay waannajaata min annaari iyo cadaabkaadu laga badbaado rawahu alxaakim abu cabdillah waqaala xadiidun saxiixun calaa shardi muslim sidaasuu yidhi sanadka xadiidka waxaa ku jira wadaadka hoosta waa daciif buu ku leeyahay sanadka waxaa ku jira khalaf ibnu khaliifa nin la yidhaahdo sanadka xaakim khalaf ibnu khaliifa nin la yidhaahdo oo sayu lxafdi ah
وذهب أيد وصدوق حافظكم أيد هذا وصدوق اختلط في الآخر وحلوا هيستنا ودرنا صحابي اللي أرنجر عم حريث أو متأخر أها جريديسو أيو شاكت إنو سوغار وأركي أو لكل ما أسوغو تابعي حتى أن أهي سيدا يودا دبنا الرجح هايا مركو حقوها سالوا هيستا طريق لباضه وحديثك أولي عند الحاكم من حميد الأعرجنين اللي دو ضعيفة كتيرة حلوين كاسو مركو حديثك وقباه صادر تدبودات كو ضعيفي سيدا الراجح أنا إنو حديثك السوغي هاي باحوك بضان حيا إلي شواهد بولي هاي شواهد سحكم إذا حديث الشداد بن أوس الثقفي حديث الشداد بن أوس الثقفي عند الطبراني في الكبير وفي الدعاء اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك يلفتك سوى حديث كاسي شداد بن أوس وأنا حديث حقبة من حيث السند كانوا أمخاتك عاية وحاكلوا من حديث أنس عند الطبراني في الكبير بسند ضعيف وحاكوا لقوري حديث ابن سعود موقوفا وحاكوا حديث كوي أبواب كوي من بابك كوي من حديث أبي هريرة حديث فربضان باقوتي ما أدأوا كينيس حديث كونه سغيني هاي مركوا صحيح أما حسن بشواهده الإمام النووي مناسبة باب كنا ناي كتاب دعو حقوق خاتمي حديث كينية دعوين كالله وضوء إعباد كالله وضوء لن حيود انتان إن الجنة كبقوا ليستو نارنا أذكبت باد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وإنت أموي كنبي يقول النبي الله أدونك وذاتك أنسارك معادي يسوع إسقبتين إن دعاف بدنا أقول إن نبي حور مكة تكتم حد كدو عيشته حور نبي الله صلاة أنت كذا كدبنا إله النار بان كم مغان قلع جنة وما مويدسته دعاء بدنا معاد أخريه أدونا آد أخريه أنا ما أقنوه لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد لكن أنا مركان إلهي هورستاغو شننا وان ويديستا نارنا وان كما قال نبي حول حولها ندند أني مع الوحان وضنور دن ويكد الوريق أيان إله جنن نصي نارنا نقبت بادي دعاء الديريدي كتابك الشيخ السود حكوك بقبيي والفوز بالجنة والنجاة من النار وإنت مركز دعاية عبادة قد ما تأنت أموي ماشى الدنهوري والسلامة من كل إثم بحث فقه عقد أكجرة عند أهل العلم إلى وحنك وديستين أن كنا بتقول الدم بكستا معناه ذو حوي أدونكو أنتو أدونك تشوجو إنه سن واحد دم بيبا كل عن ويدع كرتابة كس يا كسب بحاي اسمه كسب بوديس اسمه وحي لورنشري أنبياء يا ملائكة أيا اسمه إسكال ودم بي كدوردي كإلى الإسكال وجوبا دروب تقاركت بين وجهه ده ويحكي له ملاك تمك الله قصور ربا أنبياء ضيود وبحث كراك وجرة لكن أنت إنك له دم بقينا دردرؤن كوبضنا نحبونا نويد عدا إنا يريسنا نويد عدا لكن من رعي كرتا أظن أن النبي الرسول منا أهين إن إلهي أكرد وروك إلى دروبته مرك العصمة وواجبة للرسل والأنبياء والملائكة جائزة في حق المؤمنين في حق غيرهم مداداس إذا كنت لي حديث كان يدلي شدي ومحاود دلي شتين هذي سن بنانين دنبق إن لغن نبت قلي كرو وشي بنانو جائز عقلا وشرعا أوسان آين إن لغبر يا إلهي لغبر يا مباناناتين بحث قاسنا بحث جروي طيب وذادنا وحيدنا أبدا ودعاء خلطا حديث كان وضعي فيه لكن حديثك شويت في ربضان يطرق بضان بوليه دعوينك هلا بضيو الدعاء هو العبادة الدعاء مخ العبادة الدعاء أشرف العبادة حديثك لا سوى نكوي مت دعاء ذا إيا بريضة الله بضيو وحققي مبضان متشره الدون ما كجرته إيا إله الوحنا سبحانه وتعالى باب فضل الدعاء بظهر الغيب وحبابي هاي بريضة ليسو دعوه يدو لك لمقيا فضل إلي هذا بظهر الغيب وعلك أوكام مقام بدو دعينيس مسلمين أقول جهوم بدو دعينيس كوام موطن وواهر انت دو دعينيس والدعاء دو دعينك وقوقين بدن بيكو جرته قال الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم كوي يميد أنصاري مهاجرون مكا قداشد كوي يميد يتابعين تاها ينت لها الماشبة
يقولون وحيد هذان ربنا اغفر لنا الله أننا نور داف ولإخواننا ولالهنا الله داف الذين كواسوا سبقونا نغهر مرة بالإيمان إيمانك نغهر ريه ولاله مسلمين نغهر ريه أنصاري مهاجرين الله ودن بداف بيد هذا أننا نور داف إيقنا نور داف إله حكو أماني ضدك يمد بعد المهاجرين والأنصار يمد إله حكو أماني إن ولاله أي حصوصتانو دن بداف ربي ويديان مرك والك أو كام مقن أمكاه الرئي إن الدعاء يسوع وشيء أمانا في كتاب الله إلهنا أضون كلمة دوتش علانا يا آيات كم وقتها ساس مرك إمامك وكان آيات وقال تعالى رب وحيدي نبي سكويدي واستغفر لذنبك وللمؤمن والمؤمنات فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمن والمؤمنات صدق حرام ما شاء الله دوا دقو مذو حق الله كساب سنتهاي منا النبي كساب سنتهاي من المسلمين تكون سابسنتها نبي محمد وصدق حرام كلنا على يدي فاعلم أنه لا إله إلا الله أرطى توحيدها لقاه له ربي قال إنه كل جي هاي كل جي عبادة موتوا أحد كلاوسا حقوق له هاي العبادة وقو فعلم مركه وحال النبي مع الله سبحانه وتعالى أديك ما قال وصو النور واستغفر لذنبك ذنبك هذا ذنب داف ربك هو يدي سأل الله ويدافع له اسكت والله بعضك حق المسلمين تلقوه صوت درسوا معها واستغفر وللمؤمنين والمؤمنات مؤمنين تا دنتي كاهري لكون نبي محمد رحمه الله يو هرتي دنتي يا بطنا كوشي يدي كواتي الله يكتمد مسلمين كهري ربنا إسرائيل قوم كنبي الله عيسى موسى إلى أبونا آدم نغا مؤمنين كاهري واستغفر لذنبك وللمؤمنين مؤمنين دم بدافع قال الله ودي مؤمنات كان سدوا قبلهم مؤمنات كا اذا محل شاهدكم وللمؤمنين والمؤمنات كاسوي انبياء هذه الله فري ونبي محمد الله فري ولا لها مسلمين تا اي ادونك واغ لا ابو الى يومنا هذا تن لو دعيو دبنا رب لو وديو تاسي مره قيمه هي قايه لها شرعينا اي اياتنا كتسيسا وقال تعالى اخبار عن ابراهيم وقالوا إلى إله يسوى إبراهيم كور رمية نقول له إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إله إداف أنيقة دنبك إداف ولوالدي الله بدأت أشان إداف ولوالدي مركزي وإنت يسنو عداني النبي الله إبراهيم أبيه آزر إنه قال لماذا كم الحتيرين أيه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه أنت سنسود دقين وي إلهي كهالي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه سداس وي وهديل آزر ووالد كدلي ربطها إبراهيم إعذير كنا معها أحد كلام ما سيدا صواب كان آزر وآبيه وحباك إلا شوق وحباك كما جرى إذن وللمؤمنين حي لي والدك انتو النول يا هاي انتو النول يا هاي قال بها هذا اله ودن بداف ودوران كرتا اله ودن بداف محي الهدي لو دن بداف حكا لازم ايه ينو اسلامه ولذلك نبي حكا سوغان كفار قريش مركي دلين اي نفط اوكين اي كبتورين نبي قدخرين اي كديجيين عيال معمالة دابا ديجين اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ريا طائف مركي دباتين سيدو كلو يري اللهم اغفر لقومي لأن المغفرة للكافر تستلزم الإسلام والتوبة من الكفر وإنتو النول يا هاي مد اللقو قالوا بواتي مد اللقو قالوا بإله هب الود من دفضات اللقو قالوا بواتما وأمرك قالك أود انتو صغود انتاي وضبطينو قال لما كود انتاي أدن بداف وديس إلهي إن حريس أذاكو قالوا بيه حيوة مثلا مقطوعة في الشريعة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم اسكئل ليوه هوش أيضا ومثلا مجمع عليها دين المسلمين وقديما وحديثا وركب بريها أنت مبالا ووضو وضو ري سعود وذا دجو وي ري مصرنا أي وضو وضان دين الآن وي مرة إسلام كانت كعب حيزان إسكا إلالي قال كنت نولي هاي وحدون تقول دعاء إلهو دينك سوقي له
إلهو خيرك وافجده إلهيو ودن بداف حتى دعوة كوده إلهو أليما دو أسباب لو ودن بدافو إسلامي كوكتا هاي لكن مرها دو تشيتو أو تقافيو أو آخر آدو إسكا إلالي الله نحرستي الله نحرستي الله ودن بدافيو حرادك رب حيسى يوم يقوم الحساب مالك حساب تي استاكتي إله الله بقر كونك سو كلا حسابنا يو ضد كان الله كلا أبال مارينا يو وعن بالدرداء إذن مؤمنين تبى لقوا أماني إن ولا الله ضيد بدافر بقوي ديان نبي محمد بار الله فري مؤمنين تكم مقن يكو ولا تشوجوا من دم دافر بقوي ديو إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيا اللي جسوا جوري إن المسلمين تدم دافر بقوي دين جري ولذلك بعض السلف ما كي حاجي مراد الله وقب الصدو حقا ان اي ربان دعاء ان لقى اقبله وحي كهر مرين جيرين ان المسلمين تدعوا عيال مسلمين تدعوا قبل الله بيان اله المسلمين تدم داف اله هب البركه مكو روحه ادعي كذب يدعى بالله بها ما هي احاديث وحي كين دونتا هذه الروح مسلم ادعي سو كان مقن ملك بهلكان سو اجساغ هيا او امين كدي أديك كلوسو استعجم أديك آمين قرده ماي لكن سعدت بالله وذين أروح كل مسلم يدعو عيسو آمين بكله أذوقنا أنتو كل هلب كله وكود عين إله إذا يمكن لقى أقبل أنت أذوقك وكود عيسو إلا بدنا الله قصي ليه ما لقى مر جمعه تاجي آمين تب الله بي يربعين الرعس هذا أحد السلف ساس يسمين شري وحب الله بي إنه مسلم يدعو عيسو مقن كدمنا تيسو الرعسانية مالكم مركب حوري وين انتوا وين اسرعي مكد امين تم وذات كي بس ودها يا انا وين امين يده مالكم وام معصوم امين هذو كوده دعاء الله اقبلي الله كان مرتي بعد سلف بس اذا سمين جري وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله رسول الله ومغلو يقول له ما من عبد مسلم شرطي اظن موحد ومسلم مجره يدعو ابريها يا لاخيه ولا لك بظهر الغيب على ظهر الغيب ولك ام قوي دار الغيب وقال او كان مقن وان حاضر ان كل جوجن ادعي ما جرو الا قال الملك ملك الهي مقر اي وورنيا ولك بمثل ادغونا انتو كلا كو اهات انت لو دعيس ولك هذه كان مقنا ادغونا لك سي ملك ورنا راه مسلم وعنه عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول نبي خورن جري دعوه المرء المسلم روح مسلم كا بريديس وبري لاخيه ولكن مسلم كا بظهر الغيب مقناش طبركيت سو كم مقن وبريو مستجابه له واقبله ولا اجيبه ما صون نقطه محايا للنبي الله عند راسه مدح ساكسيسه وحا تاغان مركا ليداهي الله وهبل ودم بداف الله مرادك سهل الله اوكالمي الله ودبك كقا إله عاف ما دقدق والله من فرنا سي إله دينك كسق إله دورة وإلالي وراك وكان مقمد عينيس عند رأسي داعية دعين إياه مدح ساكتيس وحاتا كان ملك ملك موكل لو تلا صارتي دعاء سي إنو كقيب قاتو آمين ويدار كلما دعا لأخيه مروى البوالك وقد دعي بخير وناقي سمي قال الملك الموكل به ملك الله وكاشي أدق الله وكاشي أما رقيبي عتيدا قريي كتبدا اها اما ملك الله حافظه كجرا امين بورنيا الله كا اقبل وي امين ولك بمثل اذونا وحاكو اهدي وحاد اوغو دعي سوالكا وخ لميد اه رواه مسلم باب في مسائل من الدعاء وحبابي هاي مسائل كصابسن دعاء الله الله بريو مسائل كصابسن شروط الدعاء اللي أقبل يجيبوا قيبة كمية وأحاديث يجيبوا تلمام إمامكم يا روحي وأنا كوسا ما يا سيدي أضوء إحسان فعل هاي نبقى كل هبلو ما نندوه الجمعة نتامك حسوس تبان آت هو الدعاء هذا حديث جزاك الله خيرا أبا البلوغ عليه وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف من صنع إليه معروف نك وناك يا إحسان لوق له وفقال كل لفاعله نك إحسان كاسمي كل هذا جزاك الله خيرا إلهي خيرك وأول مريو فقد أبلغ نك وكحل إرادي
في الثناي أبالقدك سفي عام بو أبالقدوي يا أمانتا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ونقبل وسمي والويح سانفلي هذا روح الجلال هذا الله كقوة خير بنا الله كسيه وحد الله لي وأمانة أما أبالقد مجروي هذا أنك عنده وحكدي بأمان أفكه وحكشك ومسلك لي لكن وحوي هذا ما شو حاطه أنا وأبالك هذا مجد كريه اللوين هنا أبو ري إدرتي إيه إحسان فشاء الله كو أبال الله كو إحسان فلو يعني إن إله القور جهاد محا إله يا أدق يا روح عن قدامه الله جزاك الله خيرا وحوي معني هذا أنا وحوكم ما تريكرو أبالك هذا إيه شيء مجد كريه إلهي هكو أبال كدو معناها ساميش كل شرائط وقيم بلان صوت النبي يقول يا هاي فقد أبلغ وكحل في الثنايا أما أن تراه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله تعالى عنه مسألة كوضون قام حي نك اللي دعيه إلا مسائل من الدعاء نك اللي دعيه إيه وانا قال له ولك جزاك الله خيرا هي هذا جزاك الله خيرا روح اللي هذا إحسانك كوف علينا والدعاء وانا أحسن والدعاء كقيمة بدنا إيسن شرين. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم نفتينا هبارنا فكاد دعوك ودعاء وقحن بالليلي أضوها إزدرين هبار كادعاء وقدعاك وقدران لا تدعوا على أنفسكم نفتينا هبارنا أبو النبي عليه الصلاة والسلام ولا تدعوا على أولادكم أبتكيننا مركا عروتان هبارنا ولا تدعوا على أموالكم قيلي إنني هنتيدنا هبارنا دكانكي حو يربى كترن ترتك كذنك ها هبار بل أقول عجبه إلى إذنك بعد كف أيدي سما الواتق أنا قولي هبارك وعربك كسارية بس كتيرة قاري الباب كسي بقى قام قاري بهباري أسوق كل بسوق لي أسوق بهباري ضد نوع عاسة كتيرة حرض لي هبارية ولا تدعو على أموالكم هنتدي إنها هبارنا لا توافقوا لئلا توافقوا كي لا توافقوا سيدا أوجبك من من الله إلى حق ساعة حلي يسأل فيها لو سعطان أي معطن وحبحين لو يدستو وفيستجيب أي فيستجيب الله بدو الله آخر يا كل واحد كحرن تايك ما شاددته جواب النهي تذكر لك تنوات كرنا بعدك لنا وات قدر دملا وفيستجيب لكم مركا ربي إنك أقبله محمد بيقول يا نفتي إنها هبارنا وحوله إن يا الله هبارن وأبدك إني أهلك إنها هبارنا معايا إلي ساعة الإجابة جرت وإلهي وناك لو ويديستو لا أقبلو حلقة تكبه أنتو والأولاد ده دي أوبت كذي أذوق سكسو النقطة ملاك تأمين بيقول دوان لا أقبلي هذا إزدلي مرك هذا إزدلي رواه مسلم. ولذلك في صحيح مسلم يا أحمد يا أبو داود أنه يقول مرأي لا تدعو على أنفسكم إلا بخير نفتي نوحا وناك كأهين هكو شيئنا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ملائكته وحي إذن كنت قهد عشان كدو عيستان بي آمين إذن لي الله هذا سهبارت آمين هذا سد عيسى آمين عرطي بالهبارت آمين حوله بعد إبر كدكت آمين مرك إذن كنت أسباب إن مرك وحكا دعوك ودعا وكو وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء وإن صمر حديثك إلى الله بقول كبرين صومران أملايني أقرب ما يكون العبد من ربه حلقة أضونك الله أقوله وياي أضون ماذا حلقة إلهي أقوله ويهين وحاوي أضونك ربي أقوله وهو ساجد حلقة سجود سيا مركات سجود سنت أيوة ربي أقوله وياي حتى ربي أقوله واتم حالك الربا فأكثر الدعاء دعاء البضية فقامن أن يستجاب لكم بصومرتي إلهي وحمدين هاي أما آت هاليس أتهين أتسيق إيسانين لذين كاغمال الدعاة حلقة اسمك الدعاة هلا بسجود الدعاة هالغبة دي متفقون عليه دعاة اللبادين هاينا وامرك دادو إسكا أتوكان يسوي الصلاة مدح بنان أتوكان يسا أما فرض هالنقوط أما سنة هالنقوط كاليقة آتا هاي هادي آد مسلمين تجين يسو سجود دادي الركوع دادي اعتدال كادي قراءة دادي وينو يسكو دويه انت قيام كي رئيسو والركوع لفوضيسه واعتدالك سمع الله فوضيسه هدنا سجود ده النقود ضاهن النبا أقوله ومخالفة للسنة رجعنا قصنبور كقوانا ويقدر أنتهي
kuwa madax xanuunka qabana malagoodba waa galay. Laakiin markaad adigu keligaad tukan ama aad sunaysan intaad doonto sujuudsanow, haddaad doonto aan kaaga tagno masaajidka adoo sujuudsan. رواه مسلم وعنه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم شروط الدعاء لو اقبل باب اللابتي يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يستجاب لاحدكم متكين ولا اجيب دعاءه ولا مقلا ولا يلا ولا اقبل ما لم يعجل هدوسا دقدقين دعاءك استله اتكبرده وحول بود ربي ويديسته waa laga yeeli waa laga aqbali haddaadan adigu degdegin nabaa low degdeg ugu waasina yaquulu wuxuu oranayaa kii ducaysanayay qad dacawtu rabbi rabbigay in badan baan beriyey falam yastajib li igama aqbali marka hadde ducada ma ku noqon maayo sanad dhan baa ilaahay beryahay marka aminkan wax ma hayo hawsha khatar ducadu afar shardi ayaa lagu aqbalaa shuruud waxaa laga eegayaa daaciga ninka ilaahay baryayaad ka fiirin shayna shuruudna waxaa laga eegayaa waxaad rabbi ka baryay sida weydiisanayso aadaab iyo kalkaaliyaalka ee baarimo u noqda ducada in la aqbalana iyagoona way jiraan shuruudda aan ku hormarno shardiga koowaad addoonka ilaahay baryahaya waxaa shardi ah inuu aaminsan yahay ilaahay keligii inuu wax taro waxna gooyo dhib iyo dheef asagu hayo maamulka uu gacantiisa ku jiro dir iyo deynba asagu u leeyahay halka haddaad shirki ka gasho duca kaa socon mayso waa inuu addoonku uu yahay axad aaminsan ilaahay keligii baa maamulka iska leh biyadihi maqaadiru kulli shay umuuro dhan asagay u laabanaysaa ictiqaadkaa saxiixa waa in qalbigeeda ku jiro waxaad rabbi weydiisanaysana ilaahay keligii unbaa tari kara aad aaminsan tahay qodobka labaad shardiga labaad niyadaadu waa inay xaadir tahay qalbi jooga niyo joogta waa inaa ilaahay ku barido adoo iska hamaamsanhaya oo suuqi jira oo xawilan oo gaar iska sheekaynaya haddaad gacmaha taagto maa yanfac maa yasiir lama aqbalayo ducada qalbi ghaafil oo laahi ah ka soo gudubtay hadiise iyadu dembi noqonin lagaa dhegaysan maayo niyadu waa inay joogto niyo xaadir ah oo shayga rabbi aad weydiisan aad indhaha ku taagayso qalbigana aad ku duubtay laynku waa inuu saxan yahay nadwaagu hadduu dhumo hee oo khadku uu of noqdo ducadaa ma soconin maxaa lagama dhegaysan inaad fahanteen bailata waxaa u jeedo shardiga saddexaad ninka ducaysanaya waa inuu xaaraan cuno ahay xalaal quuto waa inuu yahay nin xalaal quuta oo ribo khayaano rishi bakhti iyo been laaluush idabdaroo dhan sidii loo helaa waa la rabaa hadda soo xaala idama dhi ducdiinnu ma dhaafto ageyn dhaafi waa ida garatay ilata waxaan u jeednay arbaciinkaad ku marteen xaaraan quuto inaan waxba laga yeelayn ictiqaad wanaagsan waa inaad leedahay niyadaada waa inay xaadir tahay markaad rabbi baryayso saddex waa inaad tahay xalaal quute xaaraanka dheeraada ah orka miyaynu faan qodob shardiga saddexaad afraad ee u dambeeya adiga lagaa raba daaciga waa xadiidku kuu sheegay oo ah caqiido wanaagsan qalbi xaadiroo jooga adoo xalaal quuta haddana ducadi waa inaad rakaadiso ku celceliso aadan quusanin oodan degdegin in badan baan radberiyo saan gacmo u taagahay murqaaba ay galaye bas iga dhaha aadan dhihin culammadu waxay sheegeen nabiyullaahi zakariya markuu rabbi weydiistay in uu siiyo wiil dhaxla fahab lii min ladunka waliyan yarithunii wa yarithu min aali yacquub waajcalhu rabbi radiyan iyo xilligii ducada laga aqbalay la siiyey wiilkii ahaahee yaxye afartan sano u dhexaysay afartan sano inta uun sugahayo ducadana waa waday idigu ma afartan sanaad sugaysaan ducada laba sano mi xataa bil ma wadaysid soomaali waa naqaanaa bil ma wada hayaa
نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يا نبي الله هارون مركي هوارين فرعون يهوليهيسي ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم دعاء يا هوار كي قال كهواري يا حلق الله أقبلي أفرطن سنة ودحيسي قال قد أجيبت دعوتكما يا دعاء أفرطن سنة ودحيسي أفرطن سنة فرعون دونك سيما مولي صلى الله هواري نبي موسى إبراهيم هارون دعاء لك أقبلي أفرطن دونك سوي سال مورق العجل نيكي زايد كي عابد كي صالح وحجري دعاء الله لباتن سنة كبر ياتي ولنا مهلم بوري وانا دبتك نان هيا لباتن سنة شيء له أن ويديستو أيها تري بوري أمن كان أنكو حق لا هاي لكن انت النول هاي هين وان وضع هيا بوري إن أرد جسال لو يدي محوا هابا ويشيخ وحو انت لباتن سنة دبتك نان ولي لقد جيسان وحو إلهي كبر يجري إلهي يقول إلهامي ويوافج إنان كل حضوء كبك صدو وحين أنفعين دب إستاقي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وحان ضنط يداء هين إنان أكون مشغول الله يقبت بادي إنان أكون مشغول الله يقبت بادي إن دا سوي له كبر يهي لباتن سنو أصوغن لغي يهي إنه قدنت سؤسي وذي دلقات كاسا للربا يقسيها إلهي محيوك ما تقول هذا مرك الله ذا إله وان بري وان بري يو ويقبل وان معنى ذو حوي إن ذي إله أبال إرجستات كذا جيسا تعاد أدعى سنة يسي واحد كذا جيسا إله إن الدنوا هاي أو أبال إرجستي والله ذا هدي جي إله أن هذا قل قش جيسا معناها سميش وجر هذا فلحن ماذا فانتي أدونك وينو سن قوسنن و وعباده مرنا بكو خسارة ميسد وط أفرتاشد محلوشر ديا أفتاشد وحلق الرباني كدعاء سنة يا عقيدة وناقصن نية حاضر وجوك تمر كدعاء سنة يا حال القوض شو حاران كديرات أفر هي عدم القنوط والياسي إن أنا قوسنن أذن دعاء كدالين أذن دقدقين أفرتاني كدعاء سنة يا لق الربا هل شيء وشرد كشناط أنا شيء قد إله كبر يبقى لو شرد يا واحد إله ويدي سنة يسوي إنه يا واحد بنان وحبنا وإنويا إلى وحن كابر يا هيابات أبو جهل إن الجنة جيس ميا لقدر جيس أبو جهل إلى هو جنة باتي ملقدر جيس نيا علماء المسلمين وحيدا ما تقولوا بسبب هذا كنا رجلي مرون تضرب مزوج صح مرون تضويخ صحوي شيء هو إنه بنايا هاي وحاط إلى وحن كابر يا هيا هيلب كان نور دحي ريه بل إلى هو نوك لجو قرابة جو يزنيه لقاعد يزن ماي إذا بدرو يقطيعة الرحم دم بي وين رب هذا ويدي سنين شيء بنا وينو يا أن يكون المدعو به أو المدعو فيه جائزا شيء بنان إلهي إن ويدي سته أظن أفر تاشر لقاه له ما قشر دوي شنتا شردي بعد دعاء الله شرد يا دعاء ويدو بارم هذا مرة في سيا بالك هذا وحاجرة وحياة يجون بالو كالكالة وبرق أنت على الدعاء أن شرد أهاي علماء قارقون الشروط يبقى قدر أن قيبة كم ده أحاديث المامة سئنا الشرط هنا وين صوم مرة كو حكا صدقة إن أبحث أنت دعاء أذن بالله بين إذا مراد كذا أذن بندقين meelaha masaakiinta taagan adiga rabbiga baa is ogey xogow u dhig xogow sadaqa waxa awoodo biniyad ilaahay inuu ducada ka aqbalo labo waad weysa qaadanaysa ragcatayn baa tukan salaatul haaja qiblada u sii jeedsan waa afar shardo afar adab oo isdaba taagan كدب نمك أضم يسوع الحمد لله بتكون بلا إله بات أمان وأطفال الله أمان نبي قد قصر لي كدب ودعاء سنيس قبلا وسجد سن صدق قد يرثور مريسو صلاة الحاج وتكتو الله أمان ذو هكور مريسو نبي قد قصر لي ذو كدب نأد دعاء ستو أذو قبلا وسجد انتاس أو بارما يا شنت الشرد هذه لا غاهله بإذن الله تعالى دعاء كوسون قن بيسو هذه أيضا هذه ويدنا قاب كله
ayaa ducada loo ajiibaya. Axaadiistana cadayn doonta. Qur'aanku waa inaga soo maray, udcuunii astajib lakum baa ilaahay yidhi. Ujiibu dacwata daaci idaa dacayni waa la yidhi. Suuratu ancaamna, bal iyaahu tadcuun fayakshifu maa tadcuuna ilayhi inshaa watansawna maa tushrikuun. أحاديثاً صوصعد وحي فصيرها يعني آيادها قرآن كأه دعاك استو أدوانك إلهي كبريو أفرت شنت شرطيان شيئان لغيه يلو إلهي وأقبله وأجيبه لكن قابك اللو أجيبه كالدوان أدوك أقوان يريد هذا الدين هذا وحي بهلو إذا أدوني سهو قادن دعادنا لغا أجيبه هاتي إله إمرأة صالحة وندونك كن استو إله إسي هو هلي النقط هذا ولادي بهلي ويدو وعدو هلين بعد قلفت له هاو قادن دعادين لقى أقبل ولا قا أجيب قابل لو أجيبه كلا ترى ما اللي ويد بيننا صاحبنا يحيي لي صدح سر إله وحن كبر يا هاي أنا نقول سنين أنا أتمنين هذا قرص إذا مشي كده هو ينقل عليه بس هيا culays bayrid in kooyay waydii sheegay laantood waxa uu soo soconay uu joogaa cashir ku fadhiyaa rumayn la yabaadadki way maqlaaya laakiin waxba ku farfiiqi maayo almuhim hawshaasi waxa weeye qaababka ducooyinka loo ajiibaa fara badan wixii aad ilaahay ka cayimatay una haddad heli weydo adduun ku heli weydo ha u qaadanin hee inaan ducada laga aqbalin nabigu wuxuu inoo sheegay adoonka muslimka wax walba rabbi uu weydiiso shuruudda afarta ama shanta laga helay rabbi waa aqbala waana ajiiba laakiin qaabka uu waajiba afar qaab kow ilaahay inuu wixii qudhigiisa ku siiyo sida nabi ilaahay zakariya loo siiyey sida muuse iyo haaruun loo siiyey sida ibraahim looga aqbalay sida nabiga looga aqbalay shayga qudhigiisa in lagu siiyo waana dhacdaa waxaa kaloo loo ajiibaa adoo adoon baa tahay dantaada ma taqaan islaam baa hadda kuu daran laakiin rabbi wuxuu og yahay balaayo ka weyn inay kugu soo socoto rabbi wuxuu og yahay islaantan wax kaaga khayr badan inuu jiro shayga adoo aad codsatay intii lagaa leexiyo yaa baryada iyo tuugmadaadii sababkeed yaa balaayo lagaaga leexinay kugu soo socotay balaayo kugu fahamsan laydo adoo islaam baad sheegaysa lafahadaba qaadan lahayd baa rabbi kaaga badbaadinaya in lafahadu badbaadaan iyo inaad wadaad hesho waxay noqon baan war loo haynin tee daran shayga qudhigiisa in lagu siiyo in balaayo soo socoto lagaaga xijaabo ducadii baryadii in lagu kaydiyo aakharo aad u baxsato diiwaanka lagu gelinaya iyadoo tii ka ajir badan oo waxaa doonaysa ka weyn bal aakharo u baxsan iyo in lagugu dambi dhaafo afarta qaaba loo aqbala dambi weynood ka toobad keeni weyday baa ducada maanta aad ilaahay ducaysateed bariday eed ilmaysay eed isbahaanbiisay eed la kurbootay baa dambiga lagu dhaafaya diiwaanka aakhara lagu gelinayaa maalinaad maanta ka baahi baantaad u baxsan doontaa balaayo soo socotay baa lagaaga xijaabayaa ama qudhigeeda farta lagaa saaraya afartaa qaab baa ducada loo aqbalaa adu marka ha moodan uun hee haddii wadaadiba lagu dhiibi waayey in ducadi laga aqbalay ha moodi إن إن تعذب لقاء قبل وعي حديثكم مركي أنت أسوك الشيك إليه وفي رواية لمسلم رواية مسلم إليه وحاكتمت لا يزال كزول ما يستجاب للعبد أرنك كزول ما يستجاب للعبد إن أظنك لقاء قبل يدعى ده ما لم يدعو هذا سنكو دعى سنين بإثم دنب أو قطيعة الرحم أما قرابة قوسن ما سنكو دعى سنين ما لم يستعجل أوسن أدوسن أنتوا أدوسن دقدقين وي إذا صدع هذا اللي بشر دبا لغوشة هذا إله الدم بوي دي ستو أما قطيعة الرحم والدم بقى قيب كم يدق جوني بالله شيء وحمان تزق جوني لغوشة جاية أما أدق دقتو هذا وحاو يدعى داسي الله بشر دبا وي دي لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة الرحم ما لم يستعجل أدوس قوسن أنسن دقدقين قيل يا رسول الله حل رسولك لها يوم ما الاستعجال دقدق يدرسك محوية ما أننا فهميني قال سبحانه وحوري قد دعوت يقول وحورنا يا أضوانك إلهي بريي قد دعوت قد دعوت وقد دعوت إلهي وان بريي وان بريي وان بريي فلم أرى إلهي ما أركبه ليستجيب لنا إلهي قال لقد دي ذهب شايدة
فيستحسر مركاس النوغية والنوغية ودالية وهب سوم استحسار كوا حوله مركي سعون وايان وجدك جري وايان ويهب سوم راي فريستان أي الله يدا هذا وقوصا هيا والله جودا عند ذلك أي عند الاستعجال مركا درست أقبلدي ووحي أدربتي أنت إن بنا كل عليه سأد أركي ويدو يروح وكن نوغية وكدالية بريادي ويدع الدعاء دعاء وكتجاهية إذن إسكي إلى اليوم هكا قوصنن أفرطن سنة لواتن سنة صدن سنة وات ميلون بيكوب إحنا موحي باللغوسين أما الدين بوين باللغو دافي أما الديوان كأخرى اللغو قلن يدو كقيمة بضن أما بلايا لغاق حجابية مرنبكو خساري ميسدوي. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله وحلول أي الدعاء أسمع دعاء تيبا لو مقل بدن ياهي لو مقل أقياهي بمعنى لو أجيب أقياهي. قال سبحانه وتعالى جوف الليل الآخر جوف الليل جوف الليل نوى الله الشيغة إلا قدانا يا لو بدن ياهي جوف الليل الآخر هبين كالنسك الدنب معدي سينة الإله باردو ثلث كالدنب لابد هبين وحي كالدنب سديد طاع وحد يجرتين إلى صلاة الصبح دعاء دعاء إلهي آدي آد بو أجيبه حلقة صلاة قده آذان قداشي صلاة لقب حي قداشي حليها مناسب كان الله فرصه وحباد دعاء بالا بارقان تالي كمدي إيهو دبر الصلوات المكتوبات صلاة الله فرض يلي قداشه ده. صلاة عشاء قب حي مغرب بالا قب حي شنط الصلاة جمعة لتو كذي بعد الصلاة إلا دعاء سليها الله بريو أيانا حليها آنا ضوءه إن دعاء الله أقبله رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عباد بن صدر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الارض دنيا كمان نولو ما جوغو مسلم مسلم يدعو الله الهي بريها يويديسانيا بدعوه بريو الا اتاه اياها ربي واسيه الا اتاه الله اياها مسلم دنيا جوغا ما جيرو او الهي وحويديستا إلا هدي له لو مسلم كاس ربي وحو ديست وصيا بو نبا نو يجي ايده بكو ديبيا او امسه صرف عنه من السوء مثلها وقال قد على لو اقبلها هو قال ان كلي ادو ان وحي ادو ديستون فرت لغا سار بس ان اقبلت هي وحي كانوا وسن اجيب ذا هي او امسه صرف وحو كليحيا عنه عن المسلم من السوء دباته يا مصيبوينك مثلها وحو ربي ويديستو كلي دعاء أدونيسي وح أدونيسي وحكو لمدة وبلايا وكوسوس عتبر ربك اللي حين يقع جابي ما لم يدعو بإثم هذا إله الدم بويدي سني حمان أو قطيعة الرحم أما قرابة جويس نم أذن ويدي سني إلا وأني هيبل نكلا جو إن ها هسكايا توصل نكلا فوجي هيلب كنور دحي جو فقال رجل إنك أسقى شرح ما إسن شيئين حافظ كنا ماله وحديثه كتر المامي وحواكم الشيخين لكن الروايات كحديث كان مركان في فيري عمر النبي جويدين واركي إيو أبو سعيد قل جيزة وأسون حديث كورية أو النبي جويدي فقال رجل من القوم أما عمر أما أبو سعيد نين رجع كملا وحول نبي الله إذا هذا يصدق وإله سبحانه وتعالى الضوء والبوح وحويدي سويح أوصين أيو هذا سين وين وبلايك قال لي حين أيو كجح جاب أيو إذا نكثر دعاء وان بدين النبوة دعاء وان بدين هنا اللي مرة بلغو خسارة ما هي أما وحي أن نرمنا هلا هنا وأدونك لقصة هرمرين أما بلاينا لقى حجاب هذا خسارة مجر فقال سبحان حوري الله أكثر وفي رواية الله أكثر وأطيب هذا يدونك دعاء بدسان إلهي بقى إذن كبضان وي وإذن كوان أكسن كعن تربى إذن كوين مروا البو إلهي دعاء بدسان خيرك إذن بدين إياه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. سيدا الصغير حافظ حجر صوح عليها لتركيز فتحه حديث صحيح اخرجه الترمذي والحاكم من حديث عباده ولاحمد من حديث ابي هريره. حديث بابا كتب حديث جابر باكوي ماده حديث انس باكوي ماده حديث ابي هريره قابك الله اقبله دعاله. وحينود من هل قاب ان شيء يقول الغسيه ايو ان بلايا لقى حجابه يين أجر كذا لغوك هيديه أجر لغوك هيد رواية كلا شكت ورواه الحاكم حاكم بحديث وريسيده كلام من رواية أبي سعيد الخدري بكورية وزاد فيه أبو سعيد وحديثه قدر يصو ولكن عبادة أولاد راضي
أو يدخر له أما رب وحو كيدنا يا أدونك داعيها من الأجر ثوابك يا حسناتك حق يسا مثلها دعالي سوكلي لابد حديثة محين أو شيء صدح قابل الله أقبلها وإلى دعاء شيء قد يسين لغسيو لغسو الدجيو إن بلايك غسو سعطي وضن أغين لغاق حجاب إلهي بادن تضيه مصلحة ويقاني إن أجر كيد لغو كيدي وديوانك آخر لغو قلي محاكا دمان إن دم بكاد وتكتبت كين ويدو عرس لغو دافو حديثك جابر باشيغي يمتك أنس إكابي هرر عدي أفرتا قاب أيامك دعاء الله أقبله إمام كوكب قبي حديث بابك مسائل من الدعاء دعاء كشف الكروب دعاء كشف الكروب دعاء الكرب بان لو يقان حديث كان عند السلف الصالح وين بدين جيرين من جرى الطبري وحيري اد بي سلف كصحابي تابعين واستماج حديث ابن عباس وعن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب نبي وحورن جرى مركو كربوده او كدل اي كو استاغتو اما حاجه اي سو فوتارتو سو تبر اهين لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم متفق عليه بخاري مسلم صلى الله عليه وسلم دعاء سو نبي كو دعايسن جيري ومركي كرب اي اي تيمادو حكم نبي امانه يدي ادونك كو دعايسته وا لا اقبل دعاديسه دعاء نبي الله يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دعوين بدون ما كشف الكروب نواد اخرين لك دعاء او قيمه بدن نبي مكو كرب دحورن لا اله الا الله الله أن الله إنه حق لو عبد مجر الله العظيم وينا بمعنى العظيم حول الله كان هذا وح إلهي أكتيس كوين مجر وي وح الدنيا أما مراد أنو أن لا هاي وما أنت رب كو أذك أما كوين مجر الله وين بان ما أنت هوس جوغا وي إنه قربة يقفيده الحليم ودلقات كبضان أنو الدنبيلاء ومجرم وقعمها تاقية هذا الله وين يجيس يدلقات كيس وحو أوذا انتو الدم بقى يكاين دلابو انو انا حرستو كربة ايقا فيدا معناها ساكو جرى ماشي الحليم وحلوك يعني لا اله الا الله رب العرش العظيم رب العرش العظيم محلوك يعني مناسبة الدون قحو ودي سنة هو شيء مخلوقة شيء مخلوقة انو يوحد الرب ودي سنة او يرون معنا لهين دن يروكو قد تاقن اذن الله عرش وين مخلوقات كلهم يقولون الله اسكله وحكوا علوس متشروي لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض سماوات يقول هذا محاكا وين سماوات يقول لي عرر محاكا وين الله اسكله وحيرون ويديستو وحبكوا معها لا اله الا الله ورب العرش الكريم الكريم الله رب عرش عرش رب عيسى يقبت داقصا قعنت وين بان مرتوه وين مانت بريايا الكرم بالا شيغي الحلم بالا شيغي العظمه بالا شيغي مخلوقاتك وحا لغا سو قاتاي عرش عظيم السماوات ايو دولل بالا لغا سو قاتاي وحي كا وين مجر بعد العرش كرسيغا كخيغا كرسيغنا وحا كسي خيغا سماواتك كخيغا ايو دولالك مخلوق ويننا وا لغو هل قبصدي صفات ربي أخطر سنانا والوها القب صفات الكمال العظمة الحلم الكرم صدرت النبي حب حي دعاءً سلفك حب حيان دعاء الكرب كشف الكروب بالليل هذا والله بضياء سلفك قيوكم حيليين بريضة كهر بإله لو أمانة وأنا معنا في عن أنت ضل إله وحى يصير لهن إذا رب أمانة يسو أيها دعاء لك إياه قداش يدانا إله وحى يصير لي هذا نمنا وحيد ما هي عيادة لفت كذا بريعة حاجة بريعة كتها هاي إلهي بقى إشر لقى بريعة هي لسان الحال كان لقى بريعة هي إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء وي سمعنا وي تقانا ورالك من رب ضم بوحار إنه كرتا وكوجي كرتا وحالات قيمية إنه وحي سيد هذا ورالك هذوك كرسي كوالما قوي باهيدا هذا يحاك أن الله سعده أو كدر ما الربا حروق الصاحب كان تصوف في رزه إن كان أنسو قدين ربه ورما أنت ما قد يزي إذا بدروي ويقول نمو حالة قيمة سلف مركو حيلين دعاء قد يجدا بقى الله بريئة وام حي
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء هدانكو أمانو وحنا أنا كويديسنا أمان تاسا وحيقك فلنتهي إنا وح كويديستو هذولو نقيم بدن بات عريس بدن أمان تأدوي وكتيرة بالحال كذا كور ربان كوري كعنتي قوي إنك أنت وأنكو فاهمي لكن هذا يقول سنتو وروح نوديب هوش أسوأ مالو قبى باي فإذا فانتين برمري متفق عليه والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاك الله خير.